بس الا الحتة دي، الا الحتة العنيدة دي مفترية دي شرشبت مني. فيلا مش مشكلة، حصل خير. فهنا عملتها مربى جدا، بس تقديرا لان الحلق ده لبسناه في كل اللوكات وفي الاخر ما كملش معانا، فاحنا هنقلع ده وهنكمل بالحلق الصغير هاي اللوكات. بنات، عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. الفيديو بتاع النهاردة هنعمل مع بعض لفات للتربو بكذا ستايل وبكذا شكل، وهقولكوا ازاي بنختار مع بعض الحلق وازاي تخلي الحلق لايق مع التربو ويكون اضافة ليها. طبعا ناس كتير هتكون شايفة ان ده موضوع تافه وان احنا بنتكلم في اي كلام وخلاص، بس لما تتفرجوا على الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب، لان انتوا هتلاقي ان الموضوع مهم جدا. يلا بينا بقى نبدأ وهوريكوا هنعمل ايه. اللفة دي اشار بيكون هو مش قطن ومش حرير، الماتيريال بتاعته خفيفة كده، مريح قوي ومناسب للصيف. بس العيب الوحيد اللي فيه ان الدبابيس بتعمل فيه، يعني بتخرم فيه كده، مش بتنسله بس بتبوظه شوية. هستخدم بقى اللفة دي كده وهبتدي اسحبها لقدام بالشكل ده واعمل عقدة فيها وارجع ده لورا. مش هثبته دلوقتي، هسيبه. هعملها على شكل فيونكة بالشكل ده كده، وهاخد الطرف ده رجعه لورا، اداري العقدة بتاعة الفيونكة واظبطه. بصوا انا مش بحب استخدم دبابيس كتير، فبستخدم اكتر حاجة، عارفين الابر العادية بتاعة الخياطة، الابر بتاعة الخياطة العادية دي، علشان ما يكونش ليها راس كبيرة وتبان من الاشارب يعني. لكن دي بتختفي مع الاشارب فمش بيبقى ليها راس ولا باينة. ابتدي اظبط الفيونكة التانية دي كده. يعني بصوا انا هنا حطيت دبوس براس، بصوا شكله عامل اثر باين. الطرحة دي بقى هتكون عايزة حلق، يعني ايه يعني هي حاساها مش مديه الوش حيوي، عايزه حاجه تديها نضاره شويه. بس هجرب مع الحلق الكبير ده، ترندي قوي الحاجات اللي فيها عيون الفتره دي. اجرب مع الحلق اللي فيه، بصوا ستراس ده حلو قوي اصلا، شوف انهي هيكون احسن. بص انا حابه الحلق اللي فيه جليتر، حاساه مدي روح اكتر يعني وكده. بصوا بعد ما خلصت اللفة مع الحلق شكلها اختلف كتير مع الحلق ده، حبيتها اكتر. يا رب تكون عجبتكم، قولولي في الكومنتات اكتر لفة عجبتكم ايه. الشرب ده بصوا هو برضو مربع، انا تنيته مثلث، بس الفكرة ان ده اطرافه فيها شراشيب. ممكن نشيل الشراشيب ده اوريكم شرب تاني انا شايلة منه الشراشيب، وممكن استخدمه كده بالشراشيب لو انتي حباها. هجيب العريضة اللي ورا زي ما وريتكم بالشكل ده، وبعد كده هعملها من هنا اربطها كده، وبعد كده هبتدي الم كل الشراشيب لجوه بالشكل ده، ابتدي اظبط الدنيا شوية. بعد كده هبتدي اخد دي ورا واثبتها بدبابيس. معلش مش معايا مراية باصة في الموبايل فهتلاقوني تايهة بقى شوية. هعملها عقدة تاني بالشكل ده، وهاجي بقى لدي اظبط من هنا شوية كمان. هاجي بقى لدي كده واثبت دي، وممكن اسيب الطرف ده بالشكل ده كده. بصوا شكلها حلوة جدا وترندي جدا جدا وتليق جدا مع اللبس الكاجوال. هنختار بقى حلق، فكرت في الحلق ده، وفي حلق يكون سيمبل شوية كده باين معاكم. هنجرب ده الاول. واو حلقة ايه ده؟ بص
ده صغير شوية. متهيألي ده أحلى. بصوا كده بعد ما لبست معاها الحلق، شايفين اللوك اتغير ازاي؟ حبيتها، حبيت الحلق الكبير أكتر من الصغير معاها. قولولي بقى في الكومنتات ايه اللي عجبكو، انهي أحسن. الإشارب ده بقى نفس التاني، بس أنا شلت من طرفه الشراشيب بالشكل ده. هنجربه في لفة تكون بسيطة، نظبطه بس الاتنين قد بعض. بعد كده هنحط العريضة من ورا والكبيرة من قدام، الصغيرة من قدام كده، وهنبتدي نعملها عقدة بسيطة زي كده. ابتدي اظبطها. ده ممكن اكتفي ان انا اعمله كده. اول حاجة دي ارفعها، مش كل مرة برفعها الاول، ممكن برفعها فوق العقدة لو مش عايزة ابينها بالشكل ده. واخد الحرف بتاعها اثبته كده. تانية قصيرة، ممكن اثبت كده في الجزء ده. ممكن سهلة وبسيطة، متحطيش فيها دبابيس لو مش حابة. نختار بقى حلق ليها. مش عارفة، ممكن تختار لها حلق يكون كده بالشكل ده، بس حاسة ان هي كاجوال اكتر، حاجة كاجوال اكتر. ممكن اختار لها حاجة بينك، بان هي فيها حاجات دروس شوية، صغير يكون سيمبل اكتر من اللي انا مختاره ده. حاسه ده احلى كتير من التاني. قولولي بقى في الكومنتات اني اكتر عجبكم، انا حبيت ده اكتر. مش عارفه التانية انا حطيتها اهي، قاعد هنا. بصوا دي شكل كده اللفه بعد ما اخترنا الحلقه. يا رب يكون عجبكم. قولولي اكتر يعني ربط عجبكم ايه في الكومنتات. اوريكم بقى ازاي دلوقتي نعمل تربو من اشارب عادي. يعني كتير بيكون عندنا اشاربات كتير قوي وبنكون حابينها وبس مش عارفين ازاي نلفها تربو. هعمل لكم، لو حابين قولولي في الكومنتات، اعمل لكم فيديو يعني لوحده بيتكلم عن لفات الاشاربات الطويلة. لكن انا النهاردة هنتكلم كله على تربو. فانا هجيب بقى الاشارب ده، هقسمه من النص كده ايه مستطيل، فبقى شكله مربع تمام. وبعد كده هاجي نصين، هرجع تاني اعملها مثلث واتعامل معاها ان هي شرب مربع عادي، واعملها مثلث بالشكل ده. وهحط الجزء الطويل من ورا والقصير من قدام. بصوا انا حابه قوي تدريج اللون الازرق مع اللون الهافان ده، شكله شيك جدا جدا جدا، يعني حباه قوي. وبقت صغيرة وعادية جدا ازاي. ابتدي اظبطها من الجناب، وممكن بقى ايه نرتجل بقى يعني ايه، مع الوقت هتلاقي نفسك بتطلعي لفات لوحدك كده، مش بيبقى في دماغك حاجة معينة، بس بتطلع كلها حلوة. يعني عشان هي واقفة قوي ممكن نثبتها بالشكل ده. انا عاده دايما بلبس مع الاشارب، عاده بلبس مع الاشارب ده الحاجات اللي بالشراشيب دي. اخترت النهارده واحد ازرق. بصوا شكله حلو قوي، انا بحبه مع الحاجات المشجره الشراشيب دي. سوري وقع. هروح عامله كده. بصوا في اللفه دي بقى انا هستخدم اشارب يكون لونه هو قطن، لونه يعني واحد لونه بيج. اللون ده يليق كتير قوي مع لبس الصيف، وبيليق كمان مع لبس الشتاء، بس داخلين على الصيف بيليق كتير مع حاجات كتير جدا، مع الابيض. في الصيف بنلبس كتير ابيض، اللون ده بيليق جدا مع الابيض. بس انا اشتريت الاشارب ده وطلع فيه مشكله. بص هو طويل قد ايه، لسه في تاني. بص طويل اوفر يعني، طول بلا هدف.
مش عارفة هما كانوا بيفكروا في ايه هما بيعملوا الاشارب ده، ولو مستطيل هبقى عذراهم، لكن هو مربع يعني مش عارفة ايه لازمة كل الطول ده. ما علينا، هما اكيد كان في نيتهم حاجة هما بيعملوه. المهم انا هجيب هعمله كده نصين بالظبط واوريكوا هنتصرف معاه ازاي. هظبطه ان هو نصين قصاد بعض، وهاجي بقى اقيس الجزء اللي انا حاسه ان هو اوفر. بصوا هقيس مثلا الحته دي مثلا كده، كل دي ملهاش اي لازمه، اللي هي مثلا تلت الاشاره. هنعمل ايه بقى فيها اللي ملهاش لازمه دي؟ وبعدين القطن مش هينفع نتنيه لان هيديني يعني سماكه كده اسمها ايه، فوليوم زياده كده. اوكي، فانا هجيب مقص وهروح شايله كل الجزء ده. انتي المفروض يكون حد ماسك معاكي يعني لو هتقصي، بس انا حاليا مش معايا اي حد ماسك معايا، فانا هجتهد واقصه انا، ويعني احنا بقى وايه ونصيبنا، واقول لكم هيجرى ايه. لازم ناخد بالنا واحنا بنقص علشان هو ابتدى يلف مني، يتحرك عشان ما نبوظش الدنيا. يعني هي لو باظت انا هقول لكم هي باظت، مش هكذب عليكم ولا همنتش وهشيله يعني. بقص انا لسه. بصوا بصراحة انا قصيته حلو وعدت بسلام يعني، بس الا الحتة دي، الا الحتة العنيدة دي المفترية دي شرشبت مني، فيلا مش مشكلة حصل خير. فانا عملتها مربع كده، وهاجي تاني بقى اعملها مثلث. اوكي بالشكل ده، يا رب تنفع ومتبقى صغيرة جدا. وهنحطها لورا بالشكل ده، باجي لقدام هعملها كده. الحمد لله الحمد لله طلعت، عدت بسلام، مطلعش فيها مشكلة. هاجي بقى عند الجزء ده، ممكن اعمله كده بالشكل ده كده بسيط، شكل بسيط خالص. اللي تحت دي باينه، انا في العادي ما كان مش عارفه اتعامل معاها لان انا مش بلبس اللي تحت دي، انا لابساها بس عشان اظبط الدنيا شويه. اختار بقى حلق بعد العمليه اللي انا فخوره بنفسي بجد ان انا نجحت في الموضوع ده. نختار بقى حلق ايه، ممكن نلبس الصغير ده. بصوا ده حلو قوي، سيمبل قوي عجبني. ممكن بقى ناخد حاجة كده لسه ما استخدمتوش، اول مرة لسه هستخدمه، ما جربتش قبل كده اصلا الشكل ده مع وشي. صدقوا ده حلو جدا، حلو قوي. بصوا اجربه كمان، حلو التانية. اللي انا بعمله ده بس اوكي. حلو جدا، لو عجبكم قولوا لي في الكومنتات، ومليش دعوة لو حد بوظ شرباته. ما تقصوش الا شرباته وبوظوها، خلي حد يمسك معاكم. اوكي يلا نشوف هنعمل ايه تاني. اللفة دي بقى هستخدم شرب مشجر بس ستان. طبعا الناس بتكره الستان جدا، وانا كنت واحده منهم بكره الستانات جدا لانها بتثبتش خالص. بس انا بحب لقيت ان هي حلوه جدا والوانها بتكون حلوه قوي مع لفات الاشارة، فانا جبت ده سكارف مربع وعملته زي ما قلت لكم مثلث بالشكل ده. وهبدأ بقى احط الكبيرة لورا، بس حجمه كمان كبير يعني، دي مشكلة تانية فيه، بس هنتعامل يعني. بس مش هينفع نقص الستان عشان ما يشرشبش مننا، نعمله كده. هو الاساس في كل لفة يا بنات ان احنا بنعملها بالشكل ده، وبعد كده من قدام هنا زي ما قلت لكم بقى بتجتهدي وترتجلي وكده يعني. فده ممكن نعمله بالشكل ده
يعني نصه فيونكة شوية وشوية ايه سايبة بالشكل ده كده كده. تمام، ثبتها فوق اللفة مش من تحت، واسحب الجزء ده اعمله هنا كده، هاجي عندي دي اظبطها اكتر كده. دي بقى حاساها اوفر كده بصراحة، ممكن نجيبها كده بس كده. انا عملت ميكس ما بين الفيونكة وما بين ان هي يبقى ليها طرف نازل كده، حلوة قوي دي. انا بحب اللفة دي اكتر حاجة لان هي بتكون كتيرة، بالذات يعني مع الناس اللي وشها مدور، من هنا بتديكي فوليوم من الوش، ومن هنا بيكون فيها حاجة يعني حركة كده. استخدم معاها، نجرب الحلق الصغير ده تاني. الحلق الصغير ده احنا تعبناه معانا جدا النهاردة. نجرب بقى حلق، بصوا شكله ايه، دي البريمة بتاعته، هي الوردة الكبيرة دي، جربه. بحب الحاجات اللي فيها حركات كده، بحسها بتدي شكل مختلف للوك. مش عارفة اقفله. تمام، هو ده حلو جدا، بس تقديرا لان الحلق ده لبسناه في كل اللوكات وفي الاخر ما كملش معانا، فاحنا هنقلع ده وهنكمل بالحلق الصغير اللوك كده. انا كملت بالحلق الصغير لان بصراحة يعني تعب معانا جدا وما استخدمناهوش خالص، فكنا لازم نستخدمه في اخر تربو معانا. وانبسطت جدا ان انا كنت معاكم النهارده، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم متنسوش تعملوا لي لايك او شير وسبسكرايب، ولو بتشوفوني على فيسبوك اعملوا شير للبوست، وهتوحشوني كتير قوي لحد ما اشوفكم تاني. وما تنسوش تقولي رايكم في اللوكات في الكومنت، وميرسي جدا ليكم، يا رب يكون عجبكم. وقولوا لي اكتر لوك عجبكم ايه. باي باي.